فتزامنا مع سبت النور حاصرت قوات الاحتلال الصهيوني كنيسة القيامة بالقدس المحتلة منذ ساعات الفجر، حيث انتشر الآلاف من عناصر الشرطة والمخابرات الإسرائيلية على حواجز حول وداخل البلدة القديمة على شكل أطواق وصولا إلى محيط الكنيسة المباشر، فضلا عن التواجد الأمني المكثف لقوات الاحتلال في ساحات الكنيسة وعلى أسطحها وبداخلها. المسيح قام من تارك الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. المسيح قام من بين الأموات وفاض النور في سبت النور، هذا اليوم الذي يمتزج فيه الألم بالفرح وينقلنا بين شروقه عن غروبه، من حزن الصلب وآلامه في الجمعة العظيمة إلى أحد القيامة المجيدة. لسبت النور معان عميقة، وهو أكثر أيام السنة التقصية تعقيدا، حيث تتلى فيه صلوات الآلام ويختم بصلوات الفرح بالقيامة. يبدأ سبت النور بصلاة السحرية التي تقام عادة إما مساء يوم الجمعة العظيمة أو السبت باكرا، وتدعى خدمة جناز المسيح، وهي شطر خدمة سبت النور المتعلق بآلام المسيح، ثم يليها الشطر الثاني التابع لزمن الفصح. يورد الكتاب المقدس نصوصا متعلقة بسبت النور ورمزيته، حيث يقول نص من إنجيل لوقا: وكانت النسوة اللواتي تبعن يسوع إلى الجليل، فرأينا القبر وكيف وضع فيه جسد يسوع، ثم رجعنا وهيأنا حنوطا وطيبا واسترحنا في السبت حيث الشريعة، ما يعطي رمزية كبرى لهذا اليوم لتهيئة طيوب أفعالنا وانتظار الحياة الأبدية. تحتفل الكنائس المسيحية بيوم سبت النور، ولكن الأنظار جميعها تبقى موجهة إلى كنيسة القيامة في القدس المحتلة، هناك حيث قبر السيد المسيح عليه السلام الذي دفن فيه وقام منه في اليوم الثالث، وهناك أيضا حيث يفيض النور في سبت النور وتوزع شعلته إلى جميع الكنائس في العالم. هذا النور الذي يحاول كيان الاحتلال كل سنة حصاره في كنيسة القيامة ومنع الماضين نحوه من الوصول إليه. يقول السيد المسيح: لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد، ولكن النفس لا يقدرون أن يقتلوها، بل خافوا بالحري من الذي يقدر أن يهلك النفس والجسد كليهما في جهنم. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فلنفرح ولنتهلل به.